كم حسابك كم؟ خلاص خلي ابيع. خلي؟ خلي ابيع. خلي؟ 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 وانا كنت اصلا حديك يعني؟ خلي اصلا انا اخلي اصلا انا خليت بخلي اصلا انا بخلي خلي خلي طب خد يا استاذ انا بقول لك خلي من ذوق بس تي 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 يا اخي انت مالك تي 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 جلاكسات يا اخي بوري يا اخي لا يا اخي لا يا اخي مش عايز الحساب يا باشمهندس لا لا يا حبيب اسمعني اول حاجه قصصك بايخه وشابكني لق 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 وكلام انا ذاته كرهت الكلام ذاته يا اخي مالك يا اخي انا عايز الحساب انت ما قلت لي خلي ما قلت لي خلي قلت لك خلي من باب الذوق يا اخي هو ايه انا اصلا يعني. ما كنت بديك ما بديك اصلا ما بتديش اصلا السيارة. انا ما بديك يعني انت مدوخني معايا وفي الشمس دي كلك بيك الدنيا وتيجي بالاخر تقول لي مش هديك يا اخي عيان يا اخي عندي ضغط يا اختي تي 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 ما بديك انا قوريشك عندي تسمع في تسمع في كلامك ما بديك ولا جنيه ولا جنيه ما بديك لي ولا يا عم ما لا 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 ما بديك ما بديك ما بديك ما بديك انا هاخد حسابي منك انا ما قلت انت ما قلت لي خلي قلت لي خلي يا عم انا غلطان ان انا قلت لك خلي يا عم انا مش هقول لك خلي تاني مش هقول لك خلي اصلا مخلي اصلا مخلي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا بيه الراجل ده بيه جه دلوقتي لففني الهرم لفيت معاه الشمس بقى له 4 ساعات وجت وهو نازل بيقول لي حسابك بقول له خلي يا باشمهندس عايز يسيبني ويمشي شفت ده انت اللي هو قال لي خلي خلي ما قلت خلي قلت خلي ولا ما قلت خلي عايز اقول لك حاجه انت دلوقتي انت كريم ولا مش كريم ماشي يا عم انا كريم المصري ده بتعرف عنه ايه ان هو كريم بس يا سيدي اسمعني اتفضل. اسمعني اتفضل. انا كريم قصص بايخه يا هشام يا اخي قصص كميه بتاعت قصص ازول من ماركت بتحكي يا اخي بحكي لك قصص بايخه جدا انت هياخد منك حاجه يتسيب لك العربيه يا عم هياخد يا عم ازاي العربيه دي مش بتاعتي العربيه دي بتاعت ناس عايزه فلوس انت وعايزه له ايه خلي يا عم يعني هو انا غلطان عشان قلت له خلي يا ريس لازم تفهم يا عم ده يا عم اسمعني مش كده يا عم ده من باب الذوق انا بقول له خلي انت خليك راجل كريم ما إيه. عندنا احنا عايزين من باب الذوق خلي خلي ولا محسن خليك انت خلي. انا من ركبتك انا عارف ان بدي انت مالكش دعوه يا عم انت مالك انت ومال كده انت كنت راكب اصلا انا ما حدك ليه يا عم اسمعني بس اقول لك على حاجه اصلا ما كنت حدك ليه انا اصلا ما كنت مفيش حاجه اسمها مش هتديني انت ايه هتضحك عليا يا عم اسمع انا هاخد منك انا هاخد انا اعرف اخد حق ازاي ما حدك ليه في ايه يا عم انت مالكش دعوه يا عم انت مالكش دعوه يا عم انت خلص هات يا عم مش قلت لي خلي حسابي يا عم خليه قلت خليه انا ما قلت خليه قلت خلي قلت لي خلي قلت لي خلي انا غلطان خلاص حقك عليا خلاص غلطان بجروش تتعلم بجروشك يا لا مفيش حاجه اسمها ما بديك ما بديك يا عم بقول لك انا بعد كده اللي هيقول لي عايز كام هقول عايز اللي في جيبك كله مش هقول له خلي قلت خلي خلاص يا عم اديني حسابي خليني يا حبيبي قلت لك خلي قلت خلي خليك انت يا عم خليك انت اتحملها بقى معلش خليك كريم وحلو انت على جنب معلش انت قلت خلي انت قلت خلي صلى على النبي قول عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام انت كنت راكب معانا لا انت لفيت معانا حاسس بيه تي 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 يا 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 هشام تي 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 يا عم انت مالك ومال تي 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 يا اخي اضهرنا يا اخي اديت لنا اضهرنا يا اخي يا عم وانا كنت بتيت ودانك بالبور بوري 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 اسمع كلامي يا عم صلى على النبي اسمع كلامي يا عم مالكش دعوه بسمعتنا ومالكش دعوه بالكلام انا بكسبك زبون لا انا مش عايز اكسبه انا بقول لك انا لو شفته تاني هدوس عليه مش هكلم يا راجل عيب عليك هدوس عليك يا عم اديني حسابي خليني امشي ما كنت خليته يا اخي لا حول ولا قوه الا بالله اديني حسابي يا عم خليني امشي اديني حسابي خليني يا حبيبي انا هاخد فلوس ذوق عافي انا هاخد فلوس لا يا اخي اديني حسابي يا عم يا عم يا استاذ يا عم انت مالك بالراحه يا عم انت بالراحه يا عم يا عم انت هات بقى الفلوس وخلصني بقى خلصني بقى يا عم كاميرا خفيه خلص يا عمري ولا كاميرا خفيه ولا كاميرا خلص لا اسمع عندي كاميرا عين عندي كاميرا كاميرا خفيه كاميرا خفيه